بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتدأنا في الحلقة السابقة ببيان ما يؤخذ من الآيات من قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى قوله: يعذب من يشاء ويغفر ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ففي هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويقتلوا، إلى آخرها، بيان عقوبة قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو في البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. وقد نوع الله فيها العقوبات بحسب أنواع الجرائم التي تقع منهم، فمن قتل وأخذ المال فإنه يقتل حتما ويصلب حتى يشتهر أمره، أي يقتل أو يصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال تحتم قتله ولا يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ويترك. وإذا أخاف الطريق ولم يقتل نفسا ولم يأخذ مالا، وإنما نشر الخوف وقطع الطريق على الناس في أسفارهم، فهذا يطارد من البلاد ولا يترك يأوي إلى بلد أو ينفى من الأرض حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى صوابه. وكذلك يؤخذ منها أن جزاء المحاربين هو جزاء أيضا الذين يسعون في الأرض بالفساد. والسعي في الأرض بالفساد شامل لكل ما هو ضد الإصلاح في الأرض، فالأرض إنما تصلح بطاعة الله وعبادته، وتفسد بالشرك والكفر والمعاصي. فالذي يخل بالأمن ويخوف الناس ويقطع الطريق، هذا من المفسدين في الأرض، يطبق عليه الحكم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذي يستحل دماء المسلمين ويكفر المسلمين ويستعمل المفجرات، التي تهلك الأعداد الكثيرة وتدمر الأموال الكثيرة، هذا أيضا من المفسدين في الأرض، فيجب أن يطبق عليه هذا الحد. وكذلك الذي ينشر ويروج المخدرات، التي تفسد الأبدان والعقول وتقضي على المسلمين وعلى قوة المسلمين وشبابهم، هذا أيضا من المفسدين في الأرض، فيقام عليه حد الحرابة، لأنه محارب لله ولرسوله. وكل هذا يدخل تحت قوله: ويسعون في الأرض فسادا. وأما من كان يشيع الأفكار الخبيثة والسيئة، فهذا ينفى من الأرض، بمعنى أنه يطرد من البلاد
بلاد المسلمين. وإذا كان لا يرتدع بطرده فإنه يسجن، يحبس حتى ينقطع شره عن المسلمين. وكل هذا يدخل الإفساد في الأرض والسعي في الأرض بالفساد. ويؤخذ من هذه الآيات فضل الإصلاح في الأرض، وذلك بالطاعة، طاعة الله ورسوله. ومن الإصلاح في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الإصلاح في الأرض الدعوة إلى الله عز وجل، ومن الإصلاح في الأرض إصلاح ذات البين وتسوية النزاع بين المسلمين. كل هذا من الإصلاح في الأرض. ولهذا قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله أصلح الأرض ببعثة الرسل، وأصلحها بالأعمال الصالحة والعبادات، والإفساد فيها ضد ذلك، مضادة دعوة الرسل ومضادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومضادة الجهاد في سبيل الله. فالذين يعترضون على هذه الأمور، يعترضون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعترضون على تستر النساء وحجابها وصيانتها، ويأمرون بسفورها واختلاطها بالرجال، ويعترضون على الجهاد في سبيل الله ويقولون إنه وحشية، ويعترضون على إقامة الحدود التي شرعها الله سبحانه رحمة بعباده، كل هؤلاء يدخلون في المفسدين في الأرض، نسأل الله العافية. وكذلك يؤخذ من هذه الآيات بيان حد المحاربين لله ورسوله والذين يسعون في الأرض فسادا، وأنه على حسب جرائمهم، فليست عقوبتهم سواء، بل هذا على حسب جرائمهم كما بينا. ويؤخذ من هذه الآيات أن المحاربين والمفسدين في الأرض لهم عقوبة في الدنيا ولهم عقوبة في الآخرة. أما عقوبتهم في الدنيا فهي ما ذكرها الله: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأما عقوبتهم في الآخرة إذا لم يتوبوا، فإن الله قال جل وعلا: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا وعيد شديد لمن تسول له نفسه الأمارة بالسوء، أو يسول له شياطين الإنس والجن الإفساد في الأرض، ويسمي ذلك باسم الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يؤخذ من هذه الآيات أن من تاب من المحاربين والمفسدين في الأرض قبل القبض عليه من قبل السلطة فإنه يترك، لكن بشرط أن يصلح حمله وأن يستقيم على توبته. ويؤخذ منها أن من تاب من هؤلاء بعد القبض عليه فإنه لا يترك، بل يطبق في حقه الحد في الدنيا، وأما فيما بينه وبين الله فإذا كانت توبته صادقة فإن الله يغفر له في الآخرة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.